سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كاملين بألف خير وعلى خير. غزالتي، اليوم عندي لكم واحد الوصفة أو وجبة غداء رائعة، سواء الغداء أو العشاء. كاين الناس اللي كتبغي تغلق، راه خصها ديروا العشاء لأن الغداء ما يكفيهاش، وكاين اللي كيبغي ياكل داكشي خفيف غادي يصلح له الغداء مع امتيت سلطة، الله يجعل البركة، لأن الطبق ديالنا هو غني بالمحتويات وفيه الخضر وفيه البروتينات. اذا شنو عندي هنايا؟ عندي واحد الراس متوسط صغير ديال الشيفلور اللي طحنته في الماكينه وعلى هذا الشكل، ولا بحال الروز. اذا وعندي هنايا جوج ديال القرعات متوسطين اولا ثلاثه صغارين كما بغيتو. انا عندي هنايا درت جوج متوسطين، سلقتهم شويه الماء والملحه غير نص طيبه، يعني باقيين قاصحين، باقيين كروكو. عندي واحد زلافه ديال الكويرات ديال الكفته اللي درت لها تشرميله بودره الثوم والكرات والقزبره معدنوس وشويه ديال الزبده وشويه الفرماج والمليحه والتوابل اللي بزار وسكينجبير وشويه ديال الكمون وشويه ديال الشاونيه والمليحه. وعندي هنا شويه ديال شي ثلاثه المعالق ديال الموتزاريلا وشويه نص معلقه ديال الابزار، وعندي القشده الطريه. وعندي هنا البنات سي تان فرماج اللي كنصايبو انا لراسي، كنشري يعني كندير له التتبيله انا اللي درتها لراسي، وهو كنشري الفرماج ديال الفته وكنقطعو قطع مربعات صغيره، كيصلح للصالاد وكيصلح لهاد الوجبات هادي. هادي سي تون طارت، على شكل طارت اللي غتجي الوسط ديالها عامر بالكفته والقرعه والفرماج. اذا دوزو معايا باش نوريكم طريقات اعداد هاد الطبق، هاد الوصفه الهائله والرائعه والوجبه الصحيه الكامله. بالنسبه لهاد الفرماج، شوفوا البنات كي كندير له، هذا راه داير في الزيت البلديه وفي الثلاجه، وفيه مزيودات مقطعين صغارين، شويه ديال الزعتر وشويه ديال الكيمون، صافي. وكديري له الزيت وكتقطعي قطع صغيره وديريه في الثلاجه، ديريه في لا سالاد اكومباني في لاصالاد ولا هاك داخل الوصفات في لي غراتان، كلشي كتبقاي تحافظي على الفرماج ديالك كيبقى طري. يلا حبيباتي ما نطولش عليكم، فوتوا مع الطريقه ديال التحضير. اذا اول شيء غادي نبدا به هو انني غادي نعرق شويه هاد الشيفلور باش يطيح ويطيح شويه يدبل ونعصره من الماء ديالو. يلا ما تزبطوش وكملوا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا الطريقه الصحيحه. يلا حبيباتي غادي نردو يطيب، وديك الساعه هانتوما معايا هو راه دغيا كينزل، واخا كيكون هكا بالحجم بزاف حيت كيبدا كيدبال كيبقى ينزل، كيولي قليل كيولي شويه. وراكو عارفين دابا الوقيته ديال الشيفلور الانسان يتمتع به، ماشي تا يفوت وقته عاد نبقاو حنا نشريو الكونجلي، ما حد الوقيته ديالو انسان ياكلو يكثر منه لان راه صحي. والناس دريجين بالدرجه الاولى، هذا راه غني وما فيهش الكارب بزاف، اذا يصلح الناس للريجيم، اي نوع من الريجيم كيصلح له، هائل بزاف هذا الشيفلور، راه غني على الذكر، يعني راه الفوائد ديالو كثيره. مجرد دخل جوجل تكليك على فوائد الشيفلور غادي يعطي لك توت اون ليست ورا ما تقرا. يلا هانتوما معايا حبيباتي بلا ما نطول عليكم. اذا الان غادي نقلي ديك الكفيته بعد ما طيبت الشيفلور وعصرته. هانتوما البنات عصرته هنايا، غادي نقلي شويه ديال الكفيته ديالي، ندوزها بشويه ديال الزبده وزيت البلديه، وفي ديك لاصوص اللي غادي نطيب فيها الكفته فيها غادي نشحر القرعه ديالي.
صدقوني البنات راه كتجي البنه والديكور وكلشي وانتم غتشوفوا بعينيكم كيف كتجي كتجي من تحت. لها الصوص سوجا باش نقليها فيها كتعطيها واحد البغيونس وواحد لا كولور زينه وكتنكها او ميم طون حيت في هذيك لاصوص غادي ندير غادي ندير القرعه يلا هانتوما معايا نكمل الطهي ديال الكفته ونرجع لكم حبيباتي. زدت لها شويه ديال القشده الطريه ودورت فيها ديك الكفته دابا غادي ندير القرعه ديالي ديك لاصوص اللي طيبت فيها الكفته صافي بحال غادي نشرملها البنات بحال كتشرمل وصافي القشطه الطريه وديك لاصوص سوجا وديك الزويته البلديه والزبيده اللي درت فيها الكفته باش قليت الكفته غادي نخليها تشرب وصافي هادي راه فيها الملحه ديالها وفيها كلش نخليها تشرب البنات وصافي وغادي نعمر بها المول ديالي دهنته بالزبده غادي نفرش فيه المسائل ديالي باش نعمرو وانتم معايا. اذا بغيت نوريكم كي جا هنايا درت الكفته درت الشيفلور درت له ان ترو وعمرته بالكفته دابا غادي نغطي بالقرعه هكذا البنات. درت شويه القشده الطريه مع واحد بياض البيض بالنسبه للشيفلور درت فيه بيضه وصفر بيضه والفرماج شويه ديال الابزار التوابل درت الابزار ودرت الملحه وشويه الثومه يابسه الكرات صافي هادشي اللي درت البنات التوابل في الشيفلور والابزار كتجي بحال اون طارت معمره بالخضار والكفته ودابا البنات كوم سا هاد لاصوص زوينه. دابا غندير شويه ديال القشطه وشويه ديال الفرماج وغادي نهز الفرماج اللي عندي تمايا فيه شويه الزعتر وفيه يعني منسم اذا كيجي هكا ما غاديش نكثر له ما نكثرش بزاف حيت غادي نزيد له الاخر نزيد له شويه ديال القشده وشويه ديال الفرماج غريير والموتزاريلا شي بزاف حيت راه درت لداخل كيجي بلا في سيرفاس هادي غادي نديرها الاسبوع الكيتو البنات دابا هاد الاسبوع غادي راني كيتو اذا هادي وجبه كيتونيه
خليته راه فيه الفرن راه سخون، راه درتو يسخن. هذا الفرماج البنات كنحكو ونديرو في الكونجيلاتور دائما باش ما يخسرش، حيت الا بقى في الثلاجه وما تستهلكش يعني غادي يخسر. هكا كتحافظي عليه الى الفرن، حيت غتوجد لنا لا طارت ديالنا غادي نقدمها لكم. هانتوما معايا ما تمشيو ليان عزيزتي. وها هي الطرطه ديالنا، وجه ديال الشي فلور المعمره بالكفيته والقريعه الخضراء، غزاله لا في شكلا ولا مظهرا. اذا غادي نقطعها معكم حبيباتي، قطع واحد طروسو. جاي داك الشي غزال 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 غزال. نستناو نجبدو الطبسيل ديالنا فاش نقدموه. شوفوا البنات، شوفوا البنات كي جات غزاله. تمنتنا الاعجاب ديالكم حبيباتي. شفتوا كي جات الشي فلور ديالنا معمر بالكفته والفرماج كيبقى كيبان، والكويرات ديالنا ديال القرعه ديال الكفته كيحمق، القريعه الخضيره غزاله الالوان، يعني اون طارت تري بون. غادي نذوقها قدامكم ما شهيتكم فيها، حقكم في الجنه حبيباتي. كتحمق البنات، رائعه جدا. كنتمنى تجربوها البنات. اوف ديك الكفته جات واحد المذاق ناري متوحمات، غير سمحوا لي. حقكم في الجنه، ما قدرتش نوقف والله اختي ما قدرت نوقف. غزال غزال غزال، بنينه 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 بزاف البنات، وصحيه وتبارك الله المنظر ديالها غزال. تقدميها مع الرز، تقدميها مع شلطات، تقدميها مع دنجة محمض الخيزو، يعني اي حاجه بغيتيها، مع شعريه مفوره باش ما بغيتيها، مع كينوا، مع اي حاجه بغيتيها بالنسبه اللي كتبلي، يعني اي حاجه بغيتي تقدميها. رائعه الصراحه البنات، وجبه العشاء رائعه، صحيه وغنيه غنيه يعني، وعندها واحد القيمه غذائيه عاليه جدا. يلا حبيباتي نتمنى انكم تجربوا لاطارت ديالي وتردوا عليا الخبار. رجعت لداخل غزاله بداك الفخوماج جات هنا. يلا مع السلامه.